السيد مصطفى عماي، أهلا بكم. طبعا يعني كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن قضية تصويت شبيبة الاتحاد الاشتراكي لشبيبة حركة الساقية الحمراء، والذي يعني أثار الكثير من الجدل. يمكن أن يكون هذا أول خروج إعلامي فيما يتعلق بهذه القضية، ويمكن أن يدافع مصطفى عماي عن تصوراته وعن يعني رأيه في الموضوع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بداية أحيي الشعب المغربي اليوم قاطبة على هذا الخروج وعلى هذه اللحمة التي عهدناها في وطننا. دائما يستنفر الشعب المغربي عندما تمس وطنيته أو يمس رمز من رموزه. فيما يخص تصويتنا في اليوزي للمرة الألف، أطلب من الصحافة ألا تقرأه خارج سياقه المراد به. نحن صوتنا للمستقبل، صوتنا للمستقبل، صوتنا انسجاما مع مقترح بلادنا، ولا وهو الحكم الذاتي. يعني أنا في اليوزي مثلا أحضر منذ سنوات، وتحضر معي شبيبة الحزب الاشتراكي الكتالاني، وتحضر معي شبيبة الحزب الاشتراكي الإسباني. وكتالاني منطقة يعني تنعم بالحكم الذاتي، تنعم بالحكم الذاتي هناك. إذا إن صوتنا نحن الاتحاد طلبت، ليست الشبيبة، الشبيبة عضو قبلنا من 76، صوتنا الاتحاد طلبت شبيبة الساقية الحمراء. هذا تنظيم طلابي سلمي وليس تنظيم عسكري لا يدعو مثل الحرب. طلبة يريدون حلا لقضية الصحراء من أجل كرامتهم. ثم لا ننسى أن جميع الخطب الملكية كانت دائما تقول أنهم جزء منا حتى وإن غرر بهم. إذا كي أعطيه أملا في المستقبل لابد أن أكون جنبه وأن أفتح جسرا بيني وبينه. ثم لا تنسوا أننا اليوم في هذه الوقفة أول من دعا لجلسة طارئة للبرلمان هو اتحاد اشتراكي القوات الشعبية. نحن من المكتب السياسي من دعونا لها. ثم أحيلكم على التاريخ، أحيلكم على التاريخ. في 76 اقترحنا كحل لنزاع الصحراء حكما ذاتيا في لجنتنا الإدارية في مدينة بني ملال. والتاريخ انصفنا، 2007 المغرب رسميا يقول أنه أقصى ما يمكن أن يقدمه هو الحكم الذاتي. ثانيا 81 في نيروبي لما اقترح الراحل الحسن الثاني الاستفتاء، الوحيدين الذين خرجوا عن الإجماع الهجين هو الاتحاد الاشتراكي، وقلنا لا يستفتى المواطن في هويته، وأحيلت قيادتنا على السجن في ميسور. بعد ذلك وصفنا بالمارقين. إدريس البصري جمع جميع الصحف وخرجت بافتتاحيات نارية ضدنا. لينصفنا التاريخ في سنة 98 حيث يثبت لبلدنا على استحالة تنظيم الاستفتاء. اليوم صوتنا للمستقبل، وأقول لكم أن التاريخ سيأتي وينصف الاتحاد الاشتراكي والشبيبة الاتحادية، وتعرفون أن تصويتنا كان للمستقبل ولم يكن لأي شيء. ثم هذه الصحافة التي أثارت لغطا كثيرا، مع احترامي للأقلام الجدية منها وللمنابر الجدية منها، لماذا لم تتكلم على دعوة وجهت لرئيس جبهة البوليساريو، وهو من أحيا الذكرى الأربعين، هو من أحيا الذكرى الأربعين لقيام ما يسمى بالدولة بالزي العسكري، أحياها بالزي العسكري وقال أن خيار الكفاح المسلح ما زال مطروحا. وهناك جهة وجهت له دعوة من المغرب ولم يتكلم عنها أي أحد. ثم إذا بالنسبة لك هناك انتقائية في التعامل مع بعض التصريحات وبعض المواقف، وتشتم يعني رائحة دائما الحرب، يعني الحرب على الأحزاب والحرب على الأشخاص أحيانا. طبيعة الحال هناك جهة ما تستهدف الاتحاد الاشتراكي كحزب وكقيادة، وتستهدف الشبيبة الاتحادية، لذلك هم يقومون بهذه الحملة المغرضة بانتقائية مطلقة لدرجة التخوين. هذا العبد الضعيف الواقف أمامكم ابن الصحراء والصحراويين كجزء من الشعب المغربي، أعطوا الكثير من الشهداء، الكثير من الشهداء لصالح الوحدة الترابية. أنا أتكلم معك أمامي ثلاثة شهداء إخوتي الآن، اثنان مرابطان بالحزام الأمني، أعني أقصى بقعة، لا يمتلكون الفيسبوك كي يطل من نافذة من الرباط أو من إحدى شرفات الدار البيضاء ويأتي بتعليق فلان خائن وفلان خائن. الخيانة
هي ذاك الشخص الذي يوزع الخيانة مجانية. وتهمتان الآن في المغرب أصبحتان يعني سهلتان وشائعتان، تهمة التكفير وتعرض لها كاتبنا الأول، وتهمة الخيانة وتعرضنا لها كوفد الشعب الاتحادية في ألبانيا. لكن نقول لكم أن الوطن أكبر من هذا كله، ونحن من أجل الوطن سنصبر سنصبر سنصبر. شكرا جزيلا. مرحبا. الله.